بعد 48 ساعة من التوقف، معمل تعبئة غاز التاج يستأنف العمل من جديد وبقدرة إنتاجية تصل إلى 135 ألف أسطوانة يومياً، أي بزيادة الطاقة الإنتاجية للمعمل بمعدل 45 ألف أسطوانة يومياً، في رد على الإشاعات التي أطلقت بشأن أزمة الغاز التي خيمت على بغداد بعد الهجوم الذي تعرض له معمل غاز التاجي. العملية استغرقت 48 ساعة، والمعمل كما تشاهدون هذا اليوم عيد إلى الإنتاج بكامل إنتاجه، وإضافة إلى نشاط آخر انضاف إلى المعمل اللي موجود معمل التاجي، إلا وهو توفير أسطوانات الغاز بالبيع المباشر إلى المواطنين، حتى لا نمنح الفرصة إلى الذين يحتاجون للتجار الحروب عادة من جراء الشائعات التي قد تعرضها بعض الفضائيات، للأسف الشديد أقولها، الخائنة للمهنة التي عادة ما تكشف تأخذ فقط الجو المظلم في الموضوع. إنتاجنا كان قبل الحادث هو 90 ألف أسطوانة، اليوم بالحادث اليوم هو إنتاجنا 135 ألف أسطوانة. وزارة النفط بدورها طالبت الجهات الأمنية بضرورة توفير الحماية الكافية لمثل هذه المنشآت الحيوية، مؤكدة أن جهودها تنصب حاليا لتنسيق سبل رفع مستوى الحماية لهذه المعامل، مشيرة إلى أنه في حال عدم التوصل لرؤى مشتركة بهذا الخصوص فإنها ستلجأ للاعتماد على قدرتها الذاتية لتوفير الحماية لهذه المنشآت. بالتأكيد يعني الجهات الأمنية هي المسؤولة عن الجانب الأمني وتبقى مسؤولة عن الجانب الأمني، ولن يكون هناك خلط بين الجانب الأمني والجانب الفني. وزارة النفط يعني وزارة فنية والحمد لله، وقامت بعملية حصر الأضرار من خلال إطفاء الحريق الناتج في أقل من ساعة، وكذلك فورا باشرنا بعملية إعادة الموقع، سيتم الأخذ بنظر الاعتبار ومعالجته، وهم ناس أيضا حريصين على الجانب الأمني، وبالتأكيد راح يدققون الموضوع، وإذا كان هناك خلل في الجانب الأمني سيتم معالجته من قبل. استهداف معمل تعبئة غاز التاج من قبل مجاميع إرهابية، وقبله استهداف أسواق شعبية راح ضحيتها المئات من المواطنين الأبرياء، يعطي مؤشرا واضحا على تراجع الوضع الأمني بسبب ضعف المعلومة الاستخباراتية والعمليات الاستباقية، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة مراجعة الخطط وعادة تقييم الإجراءات التي تعتمدها القوات الأمنية. من بغداد، منير الجبوري، المدى.